ننم يا هذا الداعي أيقظنا ثانية فالعالم محن وقرانا حاصرها جد وانشغلت بالفوضى المدن العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن الله الله هو المولى وهو المأوى وهو السكن والعونة لله رجوع للفترة والمؤمن فارغ والدعوة لله طريق نقطع ويقطع قوافلنا ضلت واضطربت في البحر السفن يا هذا الداعي ساعدنا قد دب بساعدنا الوهن اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحزن الله الله شام تبدو أو يمن اكشف برؤاك لنا الآتي نحن ببلوانا نمتحن شدد دعوتنا للمولى شددها تنصرف الإحن نرجع لله من المنفى فالله الله هو السكن أقسم إن لم تأتني برأس هذا الوقت لن يكفيني سوى رأسك لقد انشقت الأرض وابتلعت لا شأن لي لقد اطلع على كتبي وعرف أفكاري عرف أسرار الدعوة والدولة ومن الخطر أن يبقى بعد كل هذا أعيدك يا مولاي أن أفعل المستحيل حتى آتيك برأسي أعيدك قل لي علي لماذا اخترتني أنا بالذات؟ رغم عدائك الشديد لي لم أجد أحدا غيرك أثق فيه أخيرا يا علي أخيرا عموما إنني أستطيع أن أساعدك كي تبقى هنا في بغداد بعيدا عن عين الحسن بن الصباح لا 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 أظن يا محمد لا أظن لما؟ إن لي علاقات واسعة ببغداد أعلم هذا بوسعي أن أدبر لك عملاً في قصر الخلافة إن عيون الحسن بن الصباح تعرف كل ما يدور في قصر الخلافة إذن أدبر لك عملاً بأحد قصور الأمراء وعيونهم أيضاً يعرفون كل ما يدور في قصور الأمراء لا أكاد أتخيل ما تقوله إنه تنظيم محكم يفوق كل تصور إلى هذا الحد؟ وأكثر ستعرف كل هذا يا محمد عندما تقرأ هذه الكتب هذه الكتب لم يطلع عليها مخلوق خارج الدعوة الباطنية بالتأكيد سأطلع عليها إن شاء الله فأنا أعرف منذ مدة أن الحسن بن الصباح يريد أن ينشئ دولة للباطنية هذا هو مربط الفرس ولكن أرجوك يا محمد لا تشغل بالك بي الآن فأنا لا أستطيع الظهور أمام عيونهم سأرحل عن هذا البلد كل المطلوب الآن هو الوقت لكي أدبر أمري وأختفي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عموما أنت هنا في بيتك يا علي أنت وأهلك كان بودي أن أقدم لك أي مساعدة كريم طوال عمرك
إيواؤنا في بيتك هو كل المطلوب الآن، ولك مني جزيل الشكر. على أي حال، إذا أردت أي مساعدة في أي وقت فلا داعي للخجل، أنت مثل أخي أحمد تماما. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد. ماذا تريدين يا امرأة؟ الستر يا مولاي. لا أفهم. أنا يا مولاي جارية أبيك، وكنت في خدمة زبيدة خاتون، ولكن بعد موتها لم يعد لي أحد في الدنيا ينفق علي أو يحميني. هل يرضيك يا مولاي أن تكون جواري أبيك؟ كفى كفى يا، ما اسمك؟ نجلاء يا مولاي. كفى كفى يا نجلاء. أيها الحاجب، أمرك يا مولاي. خذ هذه المرأة إلى الحريم. تفضلي أيتها السيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا بك؟ لي رجاء عندك يا مولاي المستطير أن تكلف بعض أتباعك بالسفر إلى بلاد الفرنجة لمعرفة أخبارهم حتى لا نفاجأ بغزوهم لنا. هذا أمر يسير، وأنا لا أرد لك طلبا يا سيد العلماء. لي طلب آخر، أن تدعو الأميرين توتش وبرك ياروك للمصالحة حتى لا تظل الأمور على ما هي عليه. الفرقة ليست في صالحنا. أصبت. مولاي أمير المؤمنين، أخبار عاجلة. أي أخبار؟ أرسل الأمير توتش قائده يوسف التركماني ليكون حاكما لبغداد من قبله، وأرسل معه جيشا لحرب من يعترضه. ماذا؟ وأين هو الآن؟ يقترب من مدينة الحلة. دبرني يا إمامنا، ماذا أفعل؟ وماذا يفعل خليفة بلا جيش يحميه؟ اكتب لوالي الحلة أن يخرج لمواجهته. وهل يقدر عليه؟ وهل لديك حل آخر؟ اكتبه إلى والي الحلة. يا إلهي، هل رأى أحد في مثل عمري ما أراه من الهموم والأعباء؟ ادخل. طاب مساء مولاي. طاب مساءك. نعم، علمت أن مولاي سهران وحده فجئت أسلي وحدته. لم يخبرك أحد بأنني لا أهتم بالتسلية؟ كيف شاب مثلك لا يهتم بالتسلية؟ الشباب يا مولاي زهرة العمر، إذا ولى فلن يعود. لا أعاده الله. لما هذه القسوة على نفسك يا مولاي؟ لأنني أريد أن أبني مملكة تليق بابن السلطان ملك شاه، والممالك لا تبنى إلا بالخشونة، أما الطرف فله رجال غيري. أترد جاريتك مكسورة الخاطر؟ لا تتعبي نفسك، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. تصبحين على خير يا أختاه. ما دام برك ياروك بهذه الصلابة فقل لها أن تتركه وتتجه إلى توتش بدلا من هذا الهارب الملعون. سأكتب لها حالا على جناح الطير. بمناسبة هذا الملعون، ألم تعثروا عليه؟
لا يا مولاي، لقد أقسمت أن أعاقبك أنت إن لم تأتني بأخباره. سآتيك به، هذا وعد مني. هل مكتوب علي أن أقضي العمر من بلاط هذا الحاكم إلى بلاط عدوه؟ لقد أصابني الملل من هذا الجري. لم يكن هناك أحكم منك يا علي، يا من رفضت الحياة معك وفضلت عليها حياة الزعامة وولاية المناصب مع الحسن بن الصباح. مولاي الخليفة المستظهر، زعل الخطر. هل هزم والي الحلة جيش تتش؟ نعم، لكن الأخبار تقول إن يوسف التركماني قائد جيش تتش ما زال يحوم حول المنطقة، وأغلب الظن أنه ينوي العودة. أرسل بعض العيون من أتباعنا لمراقبته. لقد ضقت بكل ما يدور حولي، إننا لا نشعر بالخطر القادم. وماذا بيدك؟ عندما أشعر بالعجز أفكر في الاعتزال، اعتزال الاشتغال بالأمور العامة والناس أيضا. غريب أمرك يا أخي. وما وجه الغرابة؟ تفكر دائما فيما حولك، تنظر إلى الخارج طوال الوقت، ألا تنظر داخلك أبدا؟ ألا تفكر في نفسك كما تفكر في الأشياء؟ إنك تضع يدك على الجرح يا شيخ أحمد، ولكن سيأتي الوقت لهذا التأمل، لابد أنه سيأتي. ولكني لم أضيع وقتا، فأنا قرأت مؤلفات علماء الكلام والباطنية والفلاسفة، ووصلت لقناعة بأن ما وصلوا إليه لا يشفي النفس. وما السبب؟ إنهم جميعا يفكرون في حدود الفرق التي ينتمون إليها، حتى الفلاسفة أرباب العقول يفكرون في إطار الفكر اليوناني فحسب، ويحاولون التقريب بينه وبين الإسلام. أما أنا فأنا أشعر أنني أريد أن أفكر تفكيرا حرا بعيدا عن أي قيد، أن أشك في كل شيء حتى أصل إلى شيء حقيقي. ساعدك الله فيما أنت فيه وفيما تريده يا أخي. وبعد يا علي؟ لم أعد قادرا على البقاء هكذا حبيس الجدران. ما الفارق بين وجودنا في هذه الغرفة ووجودنا في سجن الحسن بن الصباح؟ الفارق أننا جئنا إلى هنا باختيارنا. باختيارنا أو بغير اختيارنا يجب أن نخرج من هنا. والحسن؟ الحسن يعطي كل اهتمامه الآن للعراق وبلاد فارس، ولكنه لا يهتم ببلاد الشام التابعة للمصريين. فلنرحل إلى هناك ثم نمضي إلى القدس. لكن دون لكن، إن قيمة خروجنا على الحسن بن الصباح لا تتمثل في الهروب، ولكن في أن نعمل عملا صالحا ينفع الناس. وما العمل الذي تريد أن تفعله؟ أنا سيت يا جولونار أني رجل علم، بوسعي أن أفتح كتابا أعلم فيه الناس دينهم ولغته. حسنا، فلننتظر حتى يعم الظلام فالليل سطر. إذن فأنت المرأة التي كانت تشير على زبيدة خاتون. نعم يا مولاي السلطان تطش، لقد سمعت عنك وعن حكمتك، ويسعدني أن أضع حكمتي هذه رهن إشارتك. أهلا بك وسط حريمي. عفوا يا مولاي، مكاني ليس بين الحريم. أين إذن؟ بين الرجال وعلى رأس الجيوش وفي أماكن الخطر. هل يستشير المرء أحدا إلا في مواضع الخطر؟ صدقت. في لقائنا الأول يا مولاي لدي ما أقوله لك. هاتي ما عندك. ليس من المعقول أن تترك خصمك يستريح من الحرب ويعد نفسه لحرب قادمة. إذا أردت أن تنتصر على باركيروك فلا تعطيه الفرصة لالتقاط أنفاسه، ولا تنسى أنك خصمه الوحيد بعد أن هلك أخوه الصغير محمود. إنني أفكر فعلا في هذا. لقد درست الأمر وأرى أن نبادر بالهجوم على بلاد الري، وأنا أضمن لك النصر. الري؟ لو حكمت الري لأصبحت السلطان الحقيقي. فيما تنتظر إذن؟ مر بإعداد الجيش فورا. محمد
محمد أنا أليد يا محمد. تردي استني سأنادي لك زوجة أخي أحمد إنها تجيد التوليد. أرجوك أسرع. يا إلهي يا إلهي. تفضل يا شيخ محمد، مبارك إن شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله على سلامتك. سلمك الله يا محمد. بفضل الله أصبح لنا أسرة. الحمد لله. وبما رزقنا الله. ببنت. فضل ونعمة. فضل ونعمة. بما ستسميها؟ سأسميها فاطمة. اسم جميل، حامد وفاطمة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. لا يبشر بالنصر. ماذا؟ قوات برك يا روك تقاتل بشجاعة نادرة وجنودنا يتساقطون. مولاي هل تسمح لي؟ تكلمي. أرى يا مولاي أن تنزل بنفسك للقتال، فوجودك بين الجنود سيثير حماسهم. أرى أنه من الأنسب يا مولاي أن نستعد للهرب ما دامت الهزيمة محققة. أخبئ، لا تعرفون روح المغامرة. لو فكرت بمثل تفكيركم هذا ما أقمت دولة أبدا. أيها القائد. مولاي أعد لي جوادي، سأقاتل مع الرجال. وأنا أيضا يا مولاي. مولاي اسمع يا مولاي للخبر المدهش الذي جئتك به. أي خبر؟ لقد عثر الرجال على جثة عمك توتش بين القتلى. حقا؟
أجل يا مولاي، وأوقفت عليه الحرس حتى تراه بنفسك. لهذا السبب فر جنوده، فلترني مكانه. ها هو يا مولاي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو أقوى المتمردين يسقط، وها هي دولة ملك شاه توشك أن تتوحد. يا حضرة الوزير، أمر مولاي. خذ عمنا إلى أولاده وأبلغهم تعازيه، قل لهم بأنني أدعوهم لصفحة جديدة من الود بيننا، صفحة بلا معارك وبلا دماء. سأبلغهم يا مولاي. مولاي، لقد قتل الأمير توتوش. قتل توتوش؟ هذا ما حدث يا مولاي. أي حظ يقف إلى جوار برك ياروك هذا؟ إن حظه هذا يهددنا بكارثة. لو نجع هذا الشاب في توحيد البلاد التي كان يحكمها ملك شاه، أضاع أي أمل لنا في توسيع دولتنا. ماذا ترى يا مولاي؟ لابد من قتل هذا الولد. هل تريد مني شيئا في هذا الصدد؟ لا، هذه مهمة الفدائية، لقد أعددت لكل شيء عدته. أنت دائما مستعد لكل شيء، والآن أتأذن لي بالانصراف؟ لم أكمل كلامي بعد. تفضل يا مولاي. منذ الآن لن تخرجي في مهام خارج القلعة، لقد عزلت من عطاش ووليتك مكانه. أنا يا مولاي؟ ولا أحد غيرك، إنني أعرف معدنك ولن يساعدني في تحقيق أغراضي سواك. أرجو أن أكون عند حسن ظنك. اهدأ يا مولاي، اهدأ. كيف أهدأ وأنا أرى فشلك؟ أتعرف معنى هروب علي وعدم قدرتنا على القبض علي؟ هذا يعني أن نظامنا نظام فاشل، يمكن لأي واحد أن يكسره. إنها كارثة، كارثة. لو تركنا وذهب إلى أي حاكم معاد لنا وكشف أمرنا، ستكون خسائرنا فادحة. لم نترك مكانا لم نبحث فيه، لا أثر له، أغلب الظن أنه قتل. قتل؟ أين جثته؟ أين جثة زوجته؟ أنت فاشل، فاشل. منذ الآن أنت معزول مولاي. لولا حفاظي على أنك علمتني شيئا يوما ما لقطعت رأسك. اغرب عن وجهي، اغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، لقد قررنا أن نرحل غدا بإذن الله. غدا؟ بهذه السرعة؟ تترك بغداد حاضرة الدنيا لتعود لتوس؟ تترك التدريس في نظامية بغداد لتعلم في حلقات مدارس توس؟ ما معنى هذا؟ يا محمد، أنا لا يشغلني بهرج الدنيا، الدنيا ليست غايتي. كنت أريد أن أعطيك نسخة من هذا الكتاب لأعرف رأيك فيه. مقاصد الفلاسفة. قل يا محمد، بعد أن قرأت أعمال الفلاسفة وعرفت مقاصدهم، هل توصلت إلى معرفة الحقائق التي كنت تود معرفتها؟
توصلت لشيء أظنه مهمة. وما هو؟ إن البحث العقلي يفيد كثيرا في أمور الدنيا، أما في الحياة والموت وطبيعة الإيمان وغيرها من المسائل الدينية فإن العقل يقف أمامها عاجزا. هذه هي بداية الطريق. محمد أدركني يا محمد، محمد أدركني يا محمد، محمد ماذا حدث؟ هو لا دون حمد أصابته الحمى في غرفتي يا محمد. حمد ماذا أصابك يا حبة عيني أبيك؟ سآتي بالطبيب. بل سآتي أنا به حالا. هاتي ماء باردة. سآتي به أنا. حمد يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أسرع أسرع أيها الطبيب. مهلا يا ولدي، لا قدرة لي على الجري، مهلا. أسرع أرجوك، الحمى تنهش الولد، أرجوك. ماذا أيها الطبيب؟ ماذا؟ الحمى ملعونة ولكن الشفاء بيد الله. ونعم بالله، ولكن ما هو العلاج؟ ضع الثلج على رأسي وافتحوا نوافذ الغرفة وجعلوا بجواره من يجلب له الهواء. وماذا نطعمه؟ السوائل، ولا بد أن تكون باردة. سأحضر الثلج. تفضل تفضل معي أيها الطبيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلامتك يا حبيبي. رحمتك يا رب، رحمتك يا الله. لا تخف، أنت بخير، أنت بخير يا حبيبي. ستكلمني تلعب معي، ماذا جرى؟ هل ضايقتك؟ هل أغضبتك؟ كنت أملي الذي أرجوه من هذه الدنيا، كنت حلمي، ذخيرتي التي أعددتها للغاية. حامد إلى متى يا محمد؟ إلى متى؟
يا أخي، بقوة الإيمان نتجاوز أحزاننا على الراحلين. الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. أحفظ هذا الحديث مثلك، لكن ليس هذا هو ما أسأل عنه. عما تسأل إذن؟ هل الإيمان فعل من أفعال العقل نتوصل إليه بالبحث، أم أنه شيء من عند الله يمنحه لمن يرضى عنه؟ كنت من قبل أؤمن بأن العقل يستطيع أن يوصلني بالإيمان الحقيقي، حتى قرأت الحديث النبوي القائل: ناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فتغيرت عندي كل الأمور. هل هذه الحياة بكل ما فيها مجرد حلم؟ وإذا كانت كذلك فما هي الحقيقة؟ أحياناً لا أصدق أن أخي محمداً الغزالي الذي قرأ علوم الإسلام ورعاها هو الذي يتكلم. الكتب؟ هذه الكتب جميعها نتاج العقل، لكني أشعر أن العقل لم يعد يكفيني. ليس لأنه لم يوصلني لحقيقة الإيمان، لكنه عجز عن فهم سر الموت وسر الحياة وسر الوجود. أنا لا أصدق هذا. العقل الوهاج يشك في قدرتي على الفهم. أتتصور هذا؟ ساعدني، ساعدني يا أخي، ساعدني محمد. لا فائدة من مساعدة الآخرين لك ما لم تساعد أنت نفسك. اترك مشاغل الدنيا قليلا وتفرغ للتأمل. صف قلبك مما عدا الله وحله بذكره، عندئذ ستجد الإجابة على كل أسئلتك. صدقني يا أخي، أحاول، أحاول، ولكن بغداد تطاردني والدنيا تأبى إلا أن تشغلني. لا بأس، لا بأس يا أخي، عندما يشاء الله أن تفرغ له ستهدأ الأمور. كل شيء بأوان يا محمد، أستودعك الله. أما زلت مصرا على الرحيل؟ أرجوك لا ترحل، لا تتركني وحدي، إني تائه. سلاما، سلاما يا أعز الناس. ها هو بيت المقدس، أخيراً يا جولونار. الآن أصبحنا بعيدين عن أعينهم. الآن أصبحنا في أمان. هيا هيا لنسرع بالدخول. هيا، إنها أرض الله المقدسة، أرض الأديان، أولى القبلتين، ثاني الحرمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يا رب، لقد جئنا أرضك لنلوذ بك، فبارك لنا في مقامنا وارزقنا من فضلك يا رب. يا رب. يا رب.
تخرج اليوم أيضا إلى المدرسة؟ لا، لدي ما يشغلني. منذ الآن سأعود نفسي على التفرغ من المشاغل لأطول فترة ممكنة حتى أخلو بنفسي. كما تشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام على الشيخ الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولاي. جئتك معاتبا يا شيخ محمد. لما يا مولاي؟ لأنك لا تعمل بالوصية. أي وصية؟ وصية أبي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، لقد أوصاني بك كثيرا، ولكن دون لكن يا شيخ محمد، أنت مستشاري وثقتي، فكيف تغيب عني أياما كاملة؟ الحقيقة يا مولاي، الحقيقة أنك تريد أن تعرف مقدارك عندي، وها أنا ذا قد جئت إليك بنفسي. هل عرفت مقدارك؟ هيا هيا شيخ محمد. عفوا يا أمير المؤمنين، إنني هذه الأيام غير صافي البال، وخير ما تفعله بي أن تتركني في وحدتي. بل لابد أن تخرج من هذه الوحدة، وإن كان ولدك قد مات، أفلا يرضيك أن يكون أمير المؤمنين ولدك؟ عفوا يا أمير المؤمنين، ولكن وأنا منذ الآن لن أناديك إلا بأبي، ولن أوافق على أمر أو أرفضه دون مشورتك. أرجوك يا أمير المؤمنين أعفني. لا، هيا معي على قصر الخلافة. مولاي، بدل ملابسك وسوف أنتظرك. هل يصدق أحد أني زاهد في كل هذه المظاهر الخلابة؟ ولا أطمع من الدنيا إلا في الوحدة الهادئة للتأمل. ما أكثر ما تشغلك الدنيا يا غزالي؟ ما أكثر ما تشغلك؟ أخيراً عدنا. لقد أوحشني البيت كثيراً. وأنا أيضاً. الحمد لله على السلامة. سلمك الله. ولكن أتريد رأيي؟ لقد تسرعنا بالسفر، كان ينبغي ألا نترك أخاك في هذه الشدة. بل كان ينبغي أن نتركه. كيف؟ إن محمدا يجب أن يخلو بنفسه، يواجهها، يعيد سهرها، يشكلها من جديد. على قدر علمي فإن الصوفية تقوم على إرشاد المريدين، فلماذا لم تقف إلى جواره وترشده؟ محمد الغزالي ليس كأي فرد، إنه عقل جبار، قارئ لا مثيل له، والكلام الذي يمكن أن أرشد به الآخرين سيكون بالنسبة له حديثا لا جديد فيه. محمد لا يحتاج إلى حديث، بل يحتاج إلى أن يخلو بنفسه. مهما كان الأمر، كان يجب ألا نترك بغداد. لقد كنت أشعر أن زوجته في حاجة لمن يشد أزرها. معك حق في ذلك، إنني أشفق عليها،
ليس لأنها فقدت ولدها، بل لأن زوجها سيكون في الفترة القادمة معها وبعيدا عنها في نفس الوقت. محمد، ماذا تريدين يا سعدة؟ تلاميذك ينتظرونك في المدرسة منذ مدة. لقد جاء من يستعجل حضورك أكثر من مرة. أبلغيهم أنني لن أدرس اليوم. حرام عليك يا محمد، إنك لم تعلمهم حرفا واحدا منذ حوالي شهر. إذا لم تكن ترغب في التدريس فاطلب إعفائك من مشيخة المدرسة حتى يأتي غيرك ويعلم هؤلاء التلاميذ. إنني أفكر في هذا. وحتى ينتهي تفكيرك لابد من النزول إلى المدرسة. أتصدقين يا سعدة؟ إنني أخشى الجلوس أمام تلاميذي. الشيخ محمد الغزالي زينة علماء بغداد يخشى الجلوس أمام التلاميذ. هل تصدقين؟ إنني أشعر بأني مشتت النفس، غير قادر على التفكير المنظم. أخاف أن أقول كلاما غير مرتب فيسخر مني أولادي. لا لا يا محمد، أنت بخير. هيا هيا استعذ بالله من الشيطان، هيا إلى تلاميذك. كم تطاردني الدنيا. هيا يا محمد هيا. العين يعانقها الوسن، يا هذا الداعي أيقظنا ثانية، فالعالم محن وقرانا حاصرها جدب، وانشغلت بالفوضى المدن، العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن. ضربت في البحر السفن، يا هذا الداعي ساعدنا، قد دب بساعدنا الوهن. اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن، اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحسن. بلوانا نمتحن، جدد دعوتنا للمولى، جددها تنصرف الإحن، نرجع لله من المنفى.